شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بيهدف هذا الشهر لتوعية النساء إلى ضرورة الفحص المبكر والوقاية. لازم نعرف أنه سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً حول العالم. أنا بدي استغل هذا الشهر حتى أدعو النساء والرجال إلى قراءة كتاب النساء والتحليل النفسي، اللي هو عبارة عن مجموعة ترجمات لمحللات نفسيات نسويات. بفصل التحليل النفسي لمريضة سرطان الثدي بتورجي المحللة كيف انه الامراض يلي علاجها بيترك اثار تشويهيه واستئصاليه مثل سرطان الثدي او سرطان الرحم يلي بكتير حالات علاجها بيكون عن طريق استئصال الرحم او الثدي. هاي الامراض بتترك اثار نفسيه كتير عميقه عند المريضه، لانه المريضه بيكون في عندها ميل نحو الانتحار ورغبه بالموت، بس انه جزء كبير من هويتها ضاعت وانه انوثتها صارت منتقصه. ضروري كتير انه ينتبهوا الاطباء والطبيبات يلي عم يعالجوا مريضات السرطان أو الحالة النفسية اللي بخلفها العلاج. بتحس النساء بعد استئصال الثدي أو الرحم إنه الشريك والمجتمع ما عاد يتقبلوا مثل الماضي. كتير كتير مهم إنه دائرة الدعم المكونة من الأصدقاء والعائلة والشريك إنه يكونوا كتير واعيين لطريقة التعامل مع النساء يلي تعرضت لهيك أنواع من العلاجات. الأخير خلينا كلنا متذكرين رسالة شهر أكتوبر وهي ضرورة الفحص المبكر، والله لا يضر حدا ومعافى.